مرحبا، اهلا وسهلا بكم بفيديو جديد على قناتي. تشوفوش قد اني سعيده. بسم الله، بدينا سلسله جديده، سلسله كرتونيه باسم جلين مارتين. راح اسميه عائله مارتين لان اصلا اسم هذا المسلسل صعب من الممكن للبعض انه يتذكر او شيء، بس عائله جلين راح يكون الموضوع اسهل بالنسبه لكم انكم تتذكروه. حاب اقول لكم شيء، بليز أول شي سووا لايك للفيديو، تركوا تعليقات قدر الإمكان، شاركوا الفيديو إذا تحبون قناتي. أكيد قناتي محتاجة دعمكم، محتاجتكم، بسببكم أنا قناتي وصلت لي 500 ألف وقاعد تصعد الحمد لله. فلهذا السبب أحب أشكر كل شخص وصلنا لهذا الرقم، بالإضافة أنه أنتم بالنسبة لي عائلة، مو مجرد أشخاص يتابعون. أنا فعليا أنشر دائما بس لحتى أشوف تعليقاتكم وأشوف تفاعلكم وأشوفكم أنتم فرحانين ومنتظريني، أحس أن هذا ينطيني دافع مو طبيعي. وأكيد كل ما قناتنا راح تصعد أكثر، كل ما أنا بعد محتواي راح يتطور أكثر. فإذا حابين القناة بليز ادعموا القناة، لايك، تعليقات، اشتركوا، فعلوا زر التنبيهات، سووا كل شي تقدرون تسووه اوكي لهذه القناة، لان هذه مو بس قناتي، هذه قناتكم، كأنما احنا مع بعض. فاهمين شنو؟ اتمنى انه اني قاعدة اوصل لكم الفكرة. بما انه احنا بدينا سلسلة جديدة ومسلسل جديد، هذا المسلسل غير مخصص للاطفال نهائيا، لان يحتوي على بعض المفاهيم والاشياء المخيفة اللي راح تصير بي، يعني مو مخيفة مخيفة بس يعني راح تنصدمون انه شلون صارت هذه الاشياء. الشيء الثاني اللي يعني حابة أقول للأشخاص اللي ما يحبون هذا النوع من السلاسل وما يحبون الكارتون والإنيميشن مثل مورال أورال، لأن هذا بعد راح يكون شيء مشابه إليه من ناحية الأفكار أو مسلسل نفس الشيء تقريبا. فالأشخاص اللي ما يحبون هذا النوع من الفيديوهات أكيد أخذوا راحتكم بأنه أنتوا تتركون هذا الفيديو، اطلعوا من الفيديو، وأكيد راح أنتظركم بالفيديو القادم لما أسولف عن جريمة وأي شيء بالحياة الواقعية. وبس إذا حابين تشوفون شنو راح يصير مع هذه العائلة، تابع الفيديو للنهاية. أول شي لازم أعطيكم نبذة عن هذا المسلسل. هذا المسلسل عن عائلة مكونة من الأب، الأب هو طبيب أسنان، والأم وأطفالهم الاثنين. أطفالهم مختلفين تماما عن بعض، ولد وبنت. الولد غبي ما يعرف يفكر، مهتم بأشياء غبية. البنت عمرها 11 سنة لكن ذكية وعندها مشاريع. فراح نشوف مغامرات هذه العائلة كل حلقة، يجيبون العيد بكل حلقة فعليا. وتم عرض هذا المسلسل أول شيء على قناة نيكلوديان، يعني هذا الشيء صدمني أول شيء، يعني حبيت المسلسل، شفته، شفت كم حلقة مو كل الحلقات لحتى نتابع مع بعض إذا حبيت المسلسل. That's me, Glenn Martin. Father, dentist. I took my family on a road trip so we can grow closer. Well, that and I burned the house down. So it's me, my wife Jackie. She's the sweetest. Oh. Our son Connor, the ladies man. His sister Courtney, we'll all be working for her one day. In fact, her assistant Wendy already is. Ooh, can't forget K9. أول شيء راح نشوفه ببداية الحلقة الأولى، الشخصية الرئيسية بالمسلسل وهو جلين الأب، طبيب الأسنان، وهو يحاول يقنع الطفل يفتح فمه، بس فجأة الطفل قطع صبعة. المشكلة إنه هذا الطفل قطع صبعة وبلع إصبع جلين. بداية تبشر بخير. Oh, come on, kid. What do I gotta do? Pump you full of laughing gas? Mm-mm. All right, I'm just gonna... Whoa! Works every time. See? This isn't so bad. We're almost... Son of a goat licker! Okay, Jesse. Okay, I'm not angry. Just give me back my... Bad move. Ooh, too far. Ah, 3 seconds. A new record for Dr. Rudy. Oh! Yep, I'll just double knot that, and there you go. Ah, oh, Dr. Rudy, you keep me in stitches. See you next time. There's no next time for me, Glenn. The wife and I are moving to Fiji. Gonna live the dream. Guys like us don't move to Fiji. We're healers. Society would collapse without us. You realize you're a dentist, right? Keep pressure on that. Don't tell me you never dreamed about packing it up and making a change. Well, yeah, but no, no, but yeah. A man gets to be my age, he realizes what's important. You have to live every moment like it's your... No, no.
He can't die. He always gave me advice. He was my black friend, which made me feel better about myself. Oh, come on, Rudy. Live, live. Oh, whew. Rudy? Why do I smell like fried bologna? هذه اللقطة أكثر لقطة موتتني ضحك. أول شيء إذا انتبهتوا، الولد اللي براسه سكين، اللي فعلياً الطبيب أخرج هذا السكين وطلب منه أنه هو يغلق الفتحة أو يغلق الشيء اللي صار براسه بإصبعه، أغمى عليه أو بالأحرى مات. وغلين ميريت صديقة الطبيب يموت لأن هذا الشيء حسسه بتحسن. صديقة من أصحاب البشرة السمراء، وهو صديقة الوحيد من أصحاب البشرة السمراء، فلهذا السبب يحس أنه هو مو عنصري، هو مسالم بوجود صديقة أنه أنا مو عنصري، فهذا الشيء حسسه بتحسن أنه هو إنسان جيد، فلهذا السبب ما يريد صديقة يموت. بالإضافة أنه الصديقة غلين أعطاه فكرة أو أعطاه نصيحة، هذه النصيحة أنه هو يأخذ أغراضه، ينتقل يعيش حياته، وكل شيء راح يبدأ فعليا من هذه النصيحة. It's good to be home. Hello, family! Daddy's home! Hello? Hello? Nothing? Ah, man. بعدها غلين راح يرجع للمنزل. لما يرجع للمنزل راح يكون وحيد. حاب ان هو يأخذ الكلب ويتمشى، لكن كان حاب انه يقضي وقت مع عائلته خلال تمشية الكلب، لكن العائلة بأكملها مشغولين، حتى ما يتكلمون مع والدهم او حتى زوجته ما كانت تتكلم معاه. اول شي بنته اللي هي بزنس ومن مديرة اعمال وعدها مساعدة وتتصل، وهي صغيرة فعليا، ومو هام هالشي غير اعمالها والفلوس. Cancel my Krav Maga class and push my conference call with Caitlin and Madison. Hey, Carney, want to help me take K9 for a walk? Dad, can you hold on one sec? Because it conflicts with I freaking Carly, that's why. Katie, we need to anticipate. I hear that wheezing, but you know my rule. I don't give inhalers back to weak people. New assistant, she's 6, you'd think she's 4. But you, yeah, but I... I put this all in an email. Can you read? Oh, you can't. Okay. Good catching up. وبعدها يدخل إلى غرفة ابنه، وهو يفكر أنه عنده عضلات وقوي وضخم، شخصيته يحب البنات، شخصيته أنه هو شوفيني شوفي عضلاتي أنا كذا أنا كذا، ويفكر أنه البنات يحبوه. مريب. Connor the Barbarian. Nice. Check it, Dad. I'm so hard right now. I'm gonna go check on your mother. وبعدها زوجته وهي متعلقة بالسقف لأن حابة أنه هي تنظف أو تعمل شيء بالسقف، لكن خلال تكلمها مع غلين فعليا طردها من الغرفة، ما كانت حابة أنه هي تبقى معاه. فغلين بهذه اللحظة خلص هو وحيد. حتى لما نزل وتكلم مع الكلب، الكلب كان عنده مشاكل الخاصة وترك غلين. بعدها غلين يشوف ابنه، ابنه هو كان يلعب على الكمبيوتر، فسأله شو اللي قاعد تسويه، شنو شو الموضوع. هنا ابنه قال إن هو كان يشاهد الجيران، بنت الجيران، كان يشاهد بنت الجيران من خلال الأقمار الاصطناعية. ما أعرف شلون كان يشاهدها من خلال الأقمار الاصطناعية، لكن حتى والده ما انصدم وقال افتح الشباك تقدر تشوفها بوضوح. ونعم التربية. That's right. Connor, what are you still doing up? If you look closely, you can almost see Mrs. Rifkin undressing. Oh, yes you can. However, Oh, Mrs. Rifkin! Don't black out. This is not a drill. وبعدها غلين راح ينام ويبدأ يفكر بعائلته ونصيحة صديقه، ويتخذ قرار راح يغير حياتهم للأبد. All Martin family. What is that? What's going on? Welcome to the Bowler Express. Oh, dear Lord. Oh, cool. Cool? Our property value just dropped 50%. Jackie, kids, there comes a point in the life of a man. No, no, no. In the life of a family when it's time for a pilgrimage. Can we take a pilgrimage to the end of this speech, Dad? Yeah, let's see. Blah, 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 blah. Finding ourselves. Family unity. Ooh, Bed Bath & Beyond, 20% off. Here it is. Family, we're hitting the road for Singer Park. What? Oh, that is like 1,000 miles away. Come on, Glenn. Let's go back inside.
No, wait, you're missing the point. Yeah, but this thing doesn't even have Wi-Fi. And where does the defecate go? I'm not living with defecate. This is wrong. No, we have things to do. Hold on, hold on. A family is like a tooth. It needs care, love. And if not properly treated, the tooth decays. It rots. We've got to save our tooth. Save the tooth. Save the tooth. Come on, save the tooth, everybody. Save the tooth. Save the tooth. Okay, okay, we'll go, but we're sure as hell not chanting. What's defecate? Thank you. Thank you. Thank you. I'm sorry, who are you? This is Wendy. She's my new assistant. Executive assistant. I'm not taking some stranger with us. Dad, I'm not letting this one get away. I interviewed a lot of people. She's the only one who anticipated every word I was going to say. You already got the job. Don't show off. All right, fine. But I'm going to need a note from your parents. Or embassy. Wow. Is this notarized? I'm also a notary public. Oh. I might have some paperwork for you. Thank you. Oh, who are you? I'm Wendy. Connor's the name. Meet my pythons. These babies could choke a chicken. You need to talk to him. I know, I know. العائلة كلها قرروا انهم يغادرون لبارك معين بهذه السيارة. الخطة كانت رحلة لأيام وبعدها يرجعون لبيتهم والموضوع طبيعي، فقط يقضون بعض الوقت مع بعض، لكن الموضوع راح يتغير، راح نعرف شلون. بالإضافة هذه السيارة اللي راح يتنقلون بيها هي مو مقطورة للرحلات، وإنما هذه السيارة يستخدموها أطباء الأسنان لما يحبون إنهم يعملون عمل خيري، يأخذوها ويأخذون أدواتهم وأشياءهم ويعالجون المتشردين بالشارع أو المناطق البعيدة عن المدينة أو المناطق الفقيرة. يعني فعليا هذه السيارة ما كانت مخصصة للرحلات. Can we hit Starbucks? I'm jonesing for a grande triple shot. Sugar-free mocha macchiato with two pumps of hazelnut. Oh, wow. How amazing is that? Amazing would be if it were in my hand right now. Sorry, calling it in. Oh, I want a pink berry. Connor? No, that's actually a real thing. Glenn, you're gonna hit the rhododendrons. I'm not gonna hit the rhododendrons. When are you gonna realize, Jackie? I got everything under control. فعليا دمروا الشارع، دمروا كل شيء، وشفنا بيت يحترق بسببهم. كل هذا بسبب انه جلين ما كان متعود على سياقة هذه السيارة. Honey, did you remember to put your bike away? This bike is fine, Jackie. اتضح انه البيت اللي احترق هو بيتهم. فعليا حرق منزله بسببه. بسبب البيت احترق، وهم لغاية هذه اللحظة ما يعرفون هذا الشيء. Hey, how about that place, kids? Where else can you get a hot dog stuffed with pizza wrapped in a pretzel topped with a burrito? Public school? You are the funniest person in the world. I keep my finger on it, but there's something I like about you. Just get in the RV. The sooner we leave, the sooner we can be done with your father's midlife crisis. Wow, 45 minutes and this thing is still not full. Hey, planet killer! How many miles to the gallon you get on that there atrocity? Well, the sticker says six, but I drive like a maniac. Look at me. Another terrorist just got a machine gun. You're as funny as global warming. Myth. Honey, let's just get the RV. Yeah, we can leave these nice gentlemen to their business. Gentlemen? Geez, I'm sorry, ma'am. Time for you to pollute someone else's town. It is getting kind of late. Floret! Stop! We do not have your insurance information! Kids, get down! If I die, I'll kill you! Everyone grab an x-ray vest! It's made of lead! I'm not sure if my job description includes taking a bullet for you! It does! Just wanted to clear that up!
we've just been shot at. Do you think maybe it's time you took us home? But we survived. Don't you see? We're destined to keep going. Nothing can stop the Molar Express. Seal a tooth? That's not going to hold, Glenn. Honey, I know what I'm doing. I am so done with this trip. Can't we just go home? That's my vote. You don't get a vote. I don't even know your name. It's Wendy. Don't want to know. Dad, just listen. Glenn, listen to me for one second. I'm tired of everyone complaining. Just get in the car and be quiet! 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 كل شيء كان يشير أنهم لازم يرجعون لبيتهم أو يتركون هذه الرحلة الكارثية بعد ما انفجرت إطارات السيارة لصقها بمعجون مخصص للأسنان، مو للتنظيف، معجون ثاني يستخدم للأسنان، وكان واثق أنه هذا الشيء صح، لا أنا أعمل الشيء الصح، وكان مصر على هذا الشيء ورجعوا وكملوا الرحلة. Wrong with you people. This is supposed to be fun. Fun! Glenn Martin, DDS. Hey, Dr. Glenn. Got your message that you wanted me to water your lawn. Do you want me to water your house, too? Okay. Talk to you later. What did Honorado want? Nothing. Just the house burned down. Honorado's house burned down? Poor man, I can't even imagine. Well, close your eyes and try, because it's not his house. It's our house. Are you kidding? Whoa. What? Whoa, whoa, on the plus side, no one was hurt. Even my goldfish? Boiled alive. My corporate headquarters, destroyed. All of our family pictures, gone! I think I left my hat there. Nope, got it! Honey, everything's gonna be fine. Fine, Mom. Courtney? She's fine, Mrs. M. And winking emoticon. She's in a good mood. Ooh, talk about 12 angry men. Men? Damn, did it again. You are hereby charged with negligence, trespassing, and now, aiding and abetting a felon. Don't forget destruction of property. My beautiful house. The place we raised our children. Honey, we can have other children. Guilty. Your Honor, no, I can't go to jail. We all know what they do to dentists in there. We're not exactly a popular subculture. A dentist? We've never had a dentist come here before. I sentence you to provide cleanings for every resident of this town. Documented residence. بالنهاية اضطروا ان هو ينظف اسنان المدينة باكملها، وهذه كانت عقوبته. واتضح بالنهاية شنو هو سبب توجهه لهذا البارك، ليش كان حاب يتوجه لهذا البارك اللي هو اساس هذه الرحلة. اتضح انه البارك يحتوي على شجرة راح يتم قطعها، وهو كان عنده ذكريات مع هذه الشجرة، مثلا والده علمه يدخن، يعني فعليا يدخن تحت هذه الشجرة. واليوم اللي اكتشف به حبه لطب الأسنان لما شخص اصطدم بهذه الشجرة، لما شخص اصطدم بهذه الشجرة أسنانه سقطت، هو اكتشف أنه أنا أحب طب الأسنان. بالإضافة اليوم اللي وقع بالحب مع زوجته وكتبوا على الشجرة، فلهذا السبب عنده عدة ذكريات مع هذا المكان، فحب يزوره قبل لا يتم تدميره، لأن كان المفترض أنه يتم تدمير هذا المكان. It's all over. No, it's not. Let's talk solutions, people. They're tearing down the park at 6:30. If Dr. Martin can finish everyone by 4. I can't clean all those teeth myself. There's no way. What if you had a support staff? Yeah. You guys would do that? Let's clean some teeth. You name it. Lady drum, lady die.
now baby cry. You made me like him more and more, more and more, more and more, more and more. You made me like him. Okay. Hurry up, Dad. We're running out of time. He won't open his mouth. Come on, kid. You're the last one. I'm gonna tell the Tooth Fairy to kill you. I have her on the line right now. You wanna dance with the snowman? Mm-mm. It's no use. It's over. Get it! Good job, boy. Oh, I can kiss that thing. Quick, we can still beat the bulldozers. Faster, Dad! Watch out for the old bag! I thought that was close. Oh, that old bag. Gonna make it. What the? But this is the place. Man, they put up these mall marts fast. Glenn, did you take this magazine from your office waiting room? Yeah, so? This magazine is from 2003. Oh, I'm such an idiot. I should have known this would be a mistake. Let's just go home. صح بالنهاية أصلاً إنه المجلة اللي قرأ بيها إنه هذه الشجرة أو البارك راح يتم تدميره كانت من سنة 2003. كانت المجلة كانت قديمة وهو ما كان يعرف هذا الشيء وفكر إنه هذه المجلة جديدة والخبر جديد. لكن لما توجهوا لمكان البارك شافوا ماركت. Glenn, if this was a mistake, then why have I never felt better? What? Back there, working together, we were a sight to see. A real family, plus an odd girl we don't know very well. This is the closest we've been in a long time. We should stay on the road, see the country. Really? But Mom, I'm starting high school. And I have to prep for college. Harvard doesn't want some road trip riffraff. That's what Cornell's for. Thank you. Courtney, dear, enough with the Harvard, you're 11. And Connor, the high school called, they've already assigned you a bully. Sweet, life on the road. I can pitch a tent every night. Oh, we'll never make it on the road. I dragged you all this way to see a tree that doesn't even exist. This trip wasn't about a tree. It was about saving our family. It was about saving the tooth. Save the tooth! Save the tooth! Save the tooth! Save the tooth! Ah, what the heck? Let's do it. Yeah, we're all excited too, boy. Now, come on. Where should we go first? Home. Still burned down, sir. Oh, right. Oh! Second time. Shame on me. How about wherever the road takes us? Yes, the road. I'm sorry, last time. Who are you? واكتشفنا بشكل مؤكد انه بنتهم عمرها 11 سنة وتفكر ان هي تلتحق بالجامعة بسبب ذكائها، وابنهم راح يبدأ ثانوي. اتضح انه هو تم طرده تقريبا للمتنمر. لا، انا عندي عدة تساؤلات انه هو شلون متنمر. هل هم راح يوضحون هذه النقطة بعدين؟ شلون متنمر؟ لا، كانوا متحمسين انهم يتوجهون للرحلة بعد ما والدتهم اقنعتهم. الام عجبتها الفكرة وقرروا انه خلاص راح يكملون بهذه الرحلة ويزورون عدة بلدات، وهنا راح يجي العيد. الحلقة القادمة اللي راح نسولف عنها اذا في حالة عجبتكم هذه السلسلة راح تكون العيد فعليا، احلى حلقة. وبس، هذا كان فيديو اليوم. اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، شو رأيكم بهذه العائلة؟ حبيتوا هذه السلسلة او لا؟ اكمل بيها او لا؟ حابين اتوقف؟ يعني هذا الشيء كله يعتمد على تفاعلكم. حابة اطلب شيء، ولو انه اني بحياتي يعني على اليوتيوب ما طالبة هذا الشيء ومستحية منكم، لكن بليز تفاعلوا على الفيديوهات، اتركوا تعليقات قدر الامكان، سووا لايك للفيديو اذا حبيتوا محتواي، اذا تحبوني سووا لايك للفيديو وشاركوا الفيديو مع اصدقائكم، مع اصدقاء مثلكم حبابين كيوت، لانني اعرف ان انتم كيوت. تعليقاتكم دائما ايجابية، واريد دائما الاشخاص اللي موجودين بمجتمعنا بعائلتنا يكونون كيوت مثلنا. فشاركوا هذا الفيديو قدر الإمكان، ساعدوني إنه قناتنا تكبر أكثر وأكثر لحتى أني أتطور أكثر. كل ما قناتي راح تصعد أكثر، أنا راح أقدر أتطور بمحتواي. فيا هذا أعتقد هو طلبي. وبس، هذا كان فيديو اليوم، وأشوفكم بفيديو جديد إن شاء الله. باي.